الله يحفظ الكويت وساحة حديثة فنوع من الحداثة في العمل. أخلي الدكتور علي يستمر معاكم ويعطيكم جولة، وبعدين أبيكم تنتقلون للسدو الحديث اللي هو أشياء جديدة، وأشوف الأخت المصممة نهى المنصور تكمل معاكم. وأنا شاكرة لكم اهتمامكم. شكرا. يعني هذا كل ما قالوا لي عن البيت اقول لهم والله انا قبل تعاون المهندس علي بحكم الانترنت وكل مساعد مدير المباني التاريخيه، انا مهتمه يعني وايد يسعدني اهتمامك في المباني، يعني كل واحد عنده على الاقل وجودكم تحفظتوا على المبنى، ما حد حدا يعني. والله احنا نحبه ونتكرمه. الحلو فيه يشرح. هدف سنوي نسوي تشريعا للاستمراريه في العمل اليدوي. فاحنا سعيدين ان احنا هالسنه نسوي ضمن اطار مهرجان دجرين، وان شاء الله يستمر التعاون بيننا الله يسلمك. بنفس الوقت حبينا ان دائما يكون تواصل بين الماضي والحاضر، الاصاله والمعاصره، ففي جزء صار لنا فتره كان ودي الشباب يكونوا موجودين، بس عندي بس جزء بسيط ان مصممين انه يستوفون من السدو قطع جديدة، والحين بعد بنخلص احنا من هذا نشوف بعض القطع الجديدة. وبالاخير نبي منكم 5 دقائق اذا تسوون تقدمون لنا
الفين الفائزة. شرف. تفضلوا. نبدي من هني. هذا هو المركز الخامس. مسابقة يعني نسوي. نسوي مسابقة. المشاركة هو بحد ذاته مهم. التكريم شهادات التكريم لكل المشاركين في المسابقة. فهو نوع من التنافس الإيجابي، يعني حطينا عنه 1-2-3 بس تنافس كلهم فائزين، وهذا الشيء احنا نشتغل عليه دائما. فهذه الأعمال العملين هذول هذا فالدكتور علي النجادة يتفضل يتكلم عن الأعمال. طبعا بالنسبة حق الأعمال هني مرتبة على تقريبا 3 مستويات، المستوى الأولاني للرواد، المستوى الثاني للمتميزين في الإنتاج، والمستوى الثالث اللي هو اللي عندهم إنتاج غزير تمام وصارلهم فترة، يعني خلينا نقول أقل من المتميزين اللي صارلهم فترة طويلة مع جمعية السنة. هذه أحد اللي هي الأعمال الفائزة اللي هي السيدة تركية أو تركي، وهذه جائزة بالمرتبة الخامسة كجائزة. ثم عندنا قطعة أخرى اللي هي موجودة، وهذه اللي هي القطع تمام. وشنو القصة مثلا عندنا القطعة هذه هي النقوش الأبسط شوية من القطع الأخرى، يعني القطعة الثانية اللي هنا والقطعة اللي توصل هذه أحد الرواد. يعني الأواصل أول ثلاثة أقطع بالنسبة لي الشجرة اللي هي أصعب نكشة، وخذيناها من الأصعب وبعدين حطينا بس رسائل، في رسائل حلوة اللي نبيناها في المقولة. ممكن تشوفون القطعة هذه تمام، إذا عبرتم قصة شوية في الوقت، هذه تقريبا هي أميز قطعة. مستمرة عندنا مقتنيات بيت السدي، بس حطيناها علشان يشعرون بقيمة العمل لما يكون منجز، وبنفس الوقت نعطي فكرة إن في عندنا ناس جات تقدر. أنا قصدي هذا الديزاين، هذه نقطة الشجرة يقدرون ينبذون. شاركت مع عرضها ولا هي الحين بنتها موجودة؟ هي ما تعرف بس تسوين قدمنا العرض لمجموعة شاركتها، كانت 3 ناس جات، كانت أم حسين فاطمة حسين هي المشرفة، خلت الأعمال وراحت، كانت تبقى عندها دور مع نشرة المرأة في الأمم المتحدة، قدموها جائزة من الكويت اللي قطعوا عنها. هذه اعتقد هي القطعة الفائزة في المرتبة الأولى للتميز في الإنتاج. طبعا مهم جدا هي قضية الدقة في العمل وفي التصميم. اسمك من ذاك هذا اسمك هنا في التصميم، هذا اسمك. طبعا اللي قلتهم يعني هم قيمة اللي هو القطعة يعتمد على يعني وزن المرأة، إذا كان متساوي، إذا كانت النقوش، في تفاصيل كثيرة تمام على لوحة تميز اللوحة عن لوحة أو قطعة. هذه هي قطعة نموذجية وحطيناها على أساس أنها خطية، والناس جاية خطية تكون تحفزهم. هل الصعوبة في الأوقات أصعب ولا؟ في الغزل، كل ما غزلت كل ما كان غزلها ناعم، كل ما كان في دقة في يعني نبيلة إدخال على كل مستويات الغزل والقياس والإصباغ. يعني عملية كان أخرى بالفطرة يعني عندهم على
بعض لما فاز وخذوا دواء كلهم. في عندنا في الشركة عندنا 225، في عندنا نماذج ثانية منهم أعطينا أعمال تشجيعية بعد من أعمال ومنهم معانا علي السليمان وصالح الأخوة من المدينة إلى من البادية إلى المدينة، فعندنا إحنا دائما تواصل وتعاون مع اللي يعملون في مجال الشوكة. لا ما شاء الله عليك. صار كبير حتى المدير. لا ما يقصر. أنا بعمر ميلان فيك البركة. وبعد حافظ الميلان وبيتش. هلا هلا والله شلونك؟ طيب طبعا تعرف على الخط القديم اللي قبل الالوان دائما يميز بالسجل الالوان الاول احمر البني الاورنج الاسود اي في الوان جديده يعني عمليه اكثر عشان ما يروح السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من نيابة عن معالي الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح مؤسسة الجمعية التعاونية الحرفية للسدو ورئيستها الفخرية، وبالنيابة أيضا عن ابنتها الشيخة بيبي إدعيد جابر العلي الصباح رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء جمعية السدو التعاونية الحرفية أو جمعية التعاونية الحرفية للسدو، أحييكم وأرحب بكم في هذه الأمسية وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا المعرض، وهو تحت عنوان حديث السدو الذي يقام ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الجرين الثقافي 18. في هذه الأمسية نحب أن نكرم مجموعة من الناسجات المتمرسات والناسجات أيضا الذين ساهموا من خلال إصرارهم وعملهم الدؤوب في المحافظة على جزء هام من تراثنا الوطني وتراثنا في الكويت، ألا وهو تراث السدو أو حياكة السدو وأيضا المنسوجات التقليدية المتمثلة عندنا في صناعة البشوت. الجوائز اللي موجودة عندنا راح تكون على 3 مستويات، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون في ضيافتنا اليوم ويشاركنا في تقديم هذه الجوائز كل من المهندس
علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والأستاذ الدكتور عبد الله مهنا المهنا عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا طبعا معانا الشيخ ألطاف سالم العين الصباح اللي هي حياك الله الرئيس الفخرية. نبدأ بتوزيع اللي هو الجوائز الأولى وهي جوائز الرواد، وهذه حقيقة الجوائز التي نكرم فيها ناسجاتنا الأوائل وأصحاب الفضل في المحافظة على هذه الحرفة. الجائزة الأولى تقدم للسيدة عباب ناصر العازمي أم ناصر. طبعاً احنا ندعو لها بالصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله، وتتقدم ابنتها لاستلام هذه الجائزة التقديرية، جائزة الرواد بنتها. نعم، وهذه عبارة عن درع. تعال صوب ويانا. الجائزة الثانية وهي أيضا جائزة تكريمية للناسجات الأوائل، وصاحبة هذه الجائزة السيدة هيا مصلح عبد الله، فلتتفضل. الآن جاء دور المستوى الثاني من الجوائز وهي جوائز التميز في حياكة السدو، وهذه تقدم تحت عنوان الإتقان والتميز في الحياكة والاستمرار في الإنتاج، ولدينا 5 جوائز وخمس فائزات. الفائزة بالجائزة الأولى السيدة صيتة ناصر محمد العجمي أم محمود، فلتتفضل. الجائزة الثالثة لأم طلال السيدة عمشة مبارك تويم، فلتتفضل. الجائزة الرابعة للسيدة أم برغش السيدة وضحى ناصر الحبيش، فلتتفضل. والجائزة الأخيرة لأفضل إنتاج للسيدة أم تركي السيدة تركية زعل عواد،
أما الآن فجاء دور المرحلة أو المجموعة الأخيرة من الجوائز، وهي جوائز تشجيعية للمبادرة في العطاء والإنتاج. والجائزة الأولى شهادة تقديرية للسيدة أم محمد السيدة مريم هادي مصلح. السيدة مريم هادي مصلح. الجائزة التشجيعية الثانية للسيدة أم وليد السيدة مريم إدريس. السيدة مريم إدريس موجودة. الجائزة التشجيعية الثالثة للسيدة أم عبد الله السيدة وضحى حسن هادي. السيدة وضحى حسن هادي. الجائزة الرابعة لأم خالد السيدة عيدة فالح عيد العازمي. السيدة أم خالد. الجائزة الخامسة للآنسة مطيرة مسلم. الآنسة مطيرة مسلم. الجائزة السادسة للسيد أبو سالم سيد علي سليمان محمد السليمان فليتفضل. سيد حمد عوض مو موجود. وشكر خاص لجميع أعضاء الجمعية تسدو والناسجات والمهتمات والشباب والصغار والكبار، واهتمامنا في فنوننا التقليدية واجب وطني وتأكيد للهوية. ومرة ثانية شكرا لوجودكم معنا. شكرا.
سوينا معه معرض، رسم لوحات وحاول يطبقها مع بعض الناس الجاي. سوينا لها معرض تفتح في مكتب الكويت، رائحة وكلهم راحوا بسرعة. هذه هي الفنانة.